طبعا على طول دغري في مطبخ فروج. ما شاء الله ما شاء الله، كالعادة كالعادة. شيل عليك، شوف شوف السبايك، ها ما شاء الله. طبعا انا شهريا طايح عندهم هنا ما شاء الله. الكباب، شوف 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 شوف، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف خلاص الناس قاعوا كده ما شاء الله. واللي مش حيجي فروق هو الخسران. ها أه؟ هو الخسران، هو خسران، هو خسران. زين تطير الزباين. لا 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 متابعين والله العظيم في انتظاركم. انا احبكم والله والله صح. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايش تاكل ده؟ بتاعك انت. زين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا اللي يريد رز، اللي يريد حاجات، كله موجود كله موجود كله موجود. لو ما جيتش انت الخسران. طبعا جماعة، وهذا الكعك. شوفوا 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 الجبن، شوفوا الجبنة، شوفوا الجبنة. يا سلام يا سلام. هذا العم هو بيجيب اوردر فيها وهيجيب. ركزوا لي يا جماعة على التفاصيل، طاووق والبيكلز والثومي كذا مع شوية صوص. زين خلونا أوريكم، أوريكم كيف ينمكل، تغرق المسحب بالصوص كذا. يا سلام طبعا سجدة سجدة. دل عليك كلام. اللبن اللبن. طبعا الوجبة كذا فرايس وحركات. شيل عليهم يا حمادة. طبعا تعالوا اوريكم الحين عائلة عبودي. هذا عبودي مسحب كباب، وعبودي شيش طاووق. هو عبودي هذا ألذ شيء انا موجود عندي، يعني واحد من الاشياء اللذيذة في فروج ابو العبد. انزين شوفوا هذا عبودي. هذا عبودي طاووق طاووق. انزين وهذا عبودي مسحب، شايفين؟ ده بقى هذا عاد لا حد يكلمني فيه، لا حد يناقشني فيه. يعني اللي يجي ذوق هذا ويقول والله ما عجبني محمود، احس ما عندك ذوق. هم بقى بص اهو، هم عبودي وانا حمودي. الله طبعا جماعة، هذا هذا في سر، هذا في شيء غريب شوية يا حمد. يا اخي لازم تشد شوية مع الكزبرة وكذا. لذيذ لذيذ لذيذ، هذا يفوز اجمد من الساندوتش. واقف قوي يمكن واحد نعم. العبودي كباب هذا يخلص، ها يخلص يعني اذا ما لحق دائما يكون سولد اوت. ما شاء الله خلص الفول، انا مش مسؤول بالفعل. متعة حياتك والله. اليوم للاسف اليوم خلصنا. والجماعه بتوع الجيم احنا مش ناسيينك يا حبايب قلبي. الطاووق موجود، والدايت والدايت صدور مسحب موجود، كل شيء موجود. الجماعه بتوع الجيم تخلص الجيم تيجي فاروق ابو العاب. فاروق ابو العاب بص ده مضاد حيوي للاكتئاب. فاروق ابو العاب مضاد حيوي للاكتئاب. انت خد تليفوني صور سناب وروح. والله والله يا جماعه زي ما بكلمكم كده والله مضاد حيوي للاكتئاب. فاروق ابو العاب حلو في سناب. تشاري بافن تشاري بافن سن سن نن نن سن سن نن نن جاري 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 بافن. طبعا لمحبي العيوش عندنا عيوش يا اخي. ما طايق لي بالكاميرا، ما حتى الكاميرا ما يريحك. قول عيوش. عيش بالمسحب وعيش بالطاووق. وحماده هون طبعا ما تعرف هذا مطعم يمني مال عيوش. والله ما اعرف الصوص بتاعه. قول قول يا حبيبي فين صوص. المراه صوص صوص فين المراه وين يا عم مرق صوص.
حط حط سمي. شوف طبعا فروج بس للتذكير فتحوا فرع في المعبيلة وهذا فرع الكروم فرع الايه الاورم الاورم بالمصري انزين حياكم الله و ورونا واللي مش جاي خسره فرع القرم في حمادة فغيروا الفرع لا لا لا, 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 لا. الوضع تمام الله يبارك لك يلا باش يلا انت بالمصري بتقولوا غور غور رايحين مع السلامة عاوزين حقا لا لا والله حتى لو ما نريد شوف قالوا الله يحرقكوا انا اعرفه من المصريين والله احس قالوا كيف اذا ما سبوني هقصر هذا اليد والله عاد عندهم عاد ما يصير ما يصير جايونا هذا الشباب ما شاء الله من وين؟ من قعلان بن فهد يا مرحبا بكم مرحبا حي الله من جال يعني والله انت نورنا ونورين كل شيء حبيبي يا الله يعني بدوي يا اخي غيب والله والله حبيبي على راسي على راسي كلكم على راسي والله اعطيهم فرصه خلاص خلاص ايش رايك بفروج؟ لا لا جد والله قوي انت استمتعت؟ امانه يا اخي احس مشيني والله لا لا والله لذيذ شباب كيف؟